السلام عليكم أيها الحضور الكرام، معكم المقدمة نوال، أحدثكم من فرنسا هنا في قلب الحدث لعرض أجمل الأزياء بباريس. وشكراً لكم لطول انتظاركم، سنقدم لكم اليوم أحدث الأزياء التي قام بتنفيذها رئيس الشاذوخان، وسنعرضها لكم اليوم لتقوموا باختيار أفضل تصميم لعارضات الأزياء. كما ترون نحن أمام مدخل مبنى مؤسسة الزمن الجميل المشترك للطيبين، الفرع الواقع في باريس. اليوم سنشهد حدثاً نادراً وفريداً من نوعه، حيث ستقوم الليلة بعض كبار الشخصيات بعرض أزيائهن وأجمل ما لبسنا في عرض جماعي للأزياء، وسيضعن أزيائهن تحت تصويت من قبل جمهورنا العزيز، والسيدة التي تكسب عدداً كبيراً من الأصوات ستفوز بجائزة سيدة الأزياء الزمردية. وفي قاعة العرض أترككم مع المذيعة أوسكار ندى. شكراً لك يا نوال. سيداتي وسادتي الأعزاء، السلام عليكم، معكم المعلقة أوسكار ندى، ومعنا شخصية فريدة جدا وهي السيدة أحلام شامل. أهلا وسهلا بك سيدة أحلام. أهلا بك عزيزتي أوسكار ندى. سيدة أحلام، ما شعورك وأنت على وشك أن تشهدي حدثا فريدا من نوعك؟ أنا متحمسة جدا، أكاد أفقد وعيي من الحماس. تحلل بالصبر عزيزتي، فالعرض لم يبدأ بعد. سيداتي وسادتي، إنه حقا لحدث فريد من نوعه في تاريخ الطيبين الأسطوري. ففي هذا الممر ستمر فيه ألمع شخصيات جيلنا الجميلة لاستعراض أزيائهن الراقية والأنيقة. والآن يا أعزائي سيبدأ العرض. تتقدم أولا الليدي مارغريت، الأخت الكبرى من أنمي نساء صغيرات، وهي ترتدي الفستان المشهور الطاووس المغرور الذي ارتدته في الحلقة 31. كانت حلقة مليئة بالأزياء الجميلة بكل أنواعها. أحب الحلقات التي تكون فيها أزياء كثيرة ومنوعة، تجعلني أشعر بسعادة تملأ قلبي. وتتقدم العارضة الثانية ليدي سالي كروي من أنمي سالي، مرتدية الفستان الرائع فستان الآنسة الصغيرة الجميلة الذي ارتدته في عيد مولدها في الحلقة 8. مع أنه كانت هناك أزياء أخرى ارتدتها الآنسة سالي مثل فستان أميرة الألماس في الحلقة 45، ولكنها اختارت هذا الثوب من باب التواضع، ولأنه أيضا الفستان الأقرب إلى قلبها، بما يحمل لها من ذكريات غالية عن أيامها الأولى في مدرسة الداخلية الثانوية للبنات في لندن. مع أنها لم تكن سعيدة في أغلب أيامها، إلا أنها رفضت أن تنسى تلك الأيام لأجل صديقاتها التي قابلتهن هناك. إنها حقا حقا مثال يحتذى به عن الصبر والتحمل. وتتقدم العارضة الثالثة الفتاة المحبوبة ليدي لين من أنمي ليدي ليدي، وهي ترتدي فستانها الجميل سيدة منزل ماربل القوية من حلقة 44.
سيدي لين من أكثر الفتيات رقة وحنانا. عندما كنت أشاهد الحلقات آمنت في قلبي أن هذه الفتاة لا تستطيع أن تحمل حقدا في قلبها، إنها آنسة قوية الإرادة ذات قلب نقي كقلوب الأطفال الأبرياء وكالماء العذب. ليدي لين اختارت هذا الثوب رغم أن اليوم الذي ارتدته فيه لأول مرة لم يكن يوما سعيدا، إلا أنها لم تتردد في اختياره، لأن هذا الثوب يذكرها بوعدها لوالدتها الراحلة بأن تكون سيدة قوية وجميلة. إنها حقا فتاة رائعة ويصعب رؤية مثيل لها. وتتقدم العارضة الرابعة ليدي ميري من نفس الأنمي ليدي ليدي، وهي ترتدي فستان الملكة الحمراء. ميري كانت رمز الشر والعدو اللدود لليدي لين، والتي اعتبرتها بالمقابل صديقة عزيزة، كما أنها تحمل كل أنواع الصفات السيئة. يمكننا القول إنها كانت الشخصية المعاكسة لليدي لين، ولكن في نفس الوقت يجب ألا نغض الطرف عن جمالها بقدر ما هي شريرة. معك حق يا أحلام. وتتقدم العارضة الخامسة ليدي جورجي من أنمي جورجي، وهي ترتدي فستان فتاة الحفلة البسيطة من حلقة 16. ليدي جورجي اختارت هذا الثوب لأنها هي من خيطته وصممته بيديها مستعملة ستارة غرفتها الخاصة. ورغم عدم جودة القماش وكان قماشا سيئا، إلا أنه صمم تصميما إبداعيا، وأرى أن لها مستقبلا باهرا في تصميم الأزياء. نعم فعلا صحيح، إنه حقا جميل. وتتقدم العارضة السادسة الأخيرة زهرة فيرساي المحاربة الجميلة ومحبوبة الجميع ليدي أوسكار من أنمي ليدي أوسكار، وهي ترتدي فستانها المشهور والفريد من نوعه، فستان الحفلات البولجن الكونتيسا الغامضة من الحلقة 28. ليدي أوسكار لم تثبت أنها محاربة شرسة فقط، بل أثبتت خارج ميدان القتال أنها تستطيع أن تكون أرق وأجمل من الوردة البرية. هذا الثوب تحفة فرنسية فريدة جدا، وهو من نوع البولجون، وأظنه يمتلك المقومات الأساسية للفوز في المسابقة، ولكن من سيحدد ذلك هو الجمهور في النهاية بكل تأكيد. نعم فعلا صحيح، إنه حقا جميل. كنتم مع عرض أزياء الطيبين للمنفذ والمتألق دائما رئيس الشاذوخان، فله منا كل التقدير والاحترام، وشكرا لاختياركم متابعتنا على قناة عشاق الزمن الجميل. وفي انتظار اختياركم وتصويتكم لأجمل زي للموسم الأول، وفي انتظار تفاعلكم الرائع كما عهدناكم دائما، انتظرونا مع عرض أزياء الطيبين للموسم الثاني بعد مشاهدة أعلى تصويت. فمن ستختارون يا ترى لتكون أفضل عارضة لأزياء الطيبين وتحصل على المركز الأول؟